السلام عليكم. شحال ما دوزكم هاد الطريق هادي؟ شوف اخاي، واخيرا بدينا كنخرجو كنتصيدو، واخيرا شكرا لك يا رب. وشكرا للصديق ديالي اللي شجعني، ماشي شجعني غير قال لي راه كنت كنتفرج في الفيديو ديالك اللي كنتي كتمشى وكان كيعجبوني. وقلت صاحبي انا ماشي انا بدي كان كيعجبوني، انا بدي ماشي بقى نخرج، اما نبقى شوف شوف يا رب. بابا ندوز شي ناس. بونجور كيبغيو يسمعوا اسم اللغه كنهضر فيها، فهمت؟ باين عليا انا اجنبي، كنهضر بالانجلي كنهضر بالهولنديه كنهضر شي لغه اخرى. يا ربي كنسكت فهمتي باش شغلو حتى شي واحد. خرجنا نتويدو الحمد لله يا ربي، الشمس مدخمه واخا عندنا الشغل قسما بالله. صافي يا خاي، قرار نهائي يا خاي، الرياضه ماشي خرج ولا الوقت ديالها صاحبي، الصحه هي كلشي يا صاحبي، مشى الصحه مشى كلشي يا صاحبي. بينا كنكبروا صاحبي، يقولوا صاحبي كنا كنهضروا معاه كيفهم داكشي ديال الطب ومسائل الصحه وداكشي، هضر معايا صاحبي على القضيه ديال حنا كنشربوا اتاي به السكر وكذا. قال لك هذيك السكر كيبقى في الدم صاحبي، واذا ما خرج حتى شي ما حرق حتى شي، يجي واحد الوقت ماشي تمرض بالسكر. ومزيانه هذه اواخر ديال الايام الحياه ديالنا حنايا، عاد ماشي عاد ماشي مرطو فهمتيني، ماشي مرطو ماشي مرطو الحق، ماشي نعملوها بالعاني فهمتي. بامكاننا حنايا يعني فهمتي، علاش الهولنديين ما كيمرطوش بزاف بالسكر داكشي ما كنسمعهاش انا، الا ولا كانت هذيك وراثيه ولا شي حاجه. انا ما كنسمعش الهولنديين مرطين بالسكر وداكشي، علاش؟ كاملين بهم بسكليتات كيتمشاو كيتريدوها، وما دابا عاد دازو ديك الناس كبارين هذوك، هذوك راه 100% شو الوجه ديالهم ما عندهم 60 عام ماشي كيتمشاو. ها ما كيتمشاو ماشي على الصحه ديالهم، كيخرجوا تخوي العرفات ديالك. شوف انا كيفاش كنهضر معاك بواحد النشاط، كتشوفني كيفاش كنهضر في الطوموبيل طريقه اخرى. دابا كتفهم الشمس فيتامين دي. نهضر على القناه اخرى جديده بدلت لها الاسم، ديك عرب نوستالجيا ما عجبتنيش ما حملتهاش، واخا المعنى ديالها زعما الحنين الى الماضي للعرب بلا 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 فهمتيني، حيت انا عربي طبعا مغربي عربي لا والو، غير ديك عرب نوستالجيا انا ما حملتوش. عادك الناس يسمى عنطز نوستالجيا، وهي نوستالجيا والحنين للماضي بالانجلي، نوستالخي بالهولنديه، نوستالخيا بالاسبانيولا، نوستالجي بالفرنسي. اسمع اسمع هاد النوستالجيا هادي، كنت فواحد فواحد الجوطيه ماشي بزاف ما عرفتش كيفاش الجوطيه، الجوطيه ما تكون انا في هولندا الجوطيه عندها القيمه، ما تسمعش الجوطيه زعما هضره خاويه. انا راه ما نقولكش عشرات، راه كاين بزاف الحوانات هنايا نقيين مزيونين وكيبيعوا داك الشيء فهمتي، الناس كيعجبوا مثلا بحال دابا هاد الناس كبارين مثلا كيمشيو يشريو شي لعيبه يعملوا فيها الشماح شي حاجه ديال لي زارتيست فهمتيني، عندهم الحاجه مزيونه ماشي الزباله. وطل المغرب اصاحبي عام الاول كنت كنمشي شي جوطيات والزبل كيتباع قسما بالله، الزبل 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 بلا مبالغه، الزبل بلاستيكه في الارض. عاد قلت كنت كندوزكم من هنايا كيفاش رجعت الدنيا عندهم في الجوا موديرنا. انا شحال هذه كانت كتعجبني احسن من دابا سيوم مزيونه ياك. شحال هذه كانت احسن، كيبيعوا بيطات. الو كيف كتبان لهم هيدا؟ كتبان لهم زعما ما كتخافش منهم هاتي. ما سكتوا. شحال هذه كانت عندهم هاد اللعيبه، هذه كانت عندهم قديمه كانوا عاد عدلوها، كانت عجباني على دابا. دابا رجعوا موديرنا دخلوا لها كوزينه جديده كذا، وشحال هذه كانت انا عجباني احسن كتجيبني بلدي. المهم كنت في ديك واحد الجوطيه وجبات واحد السجاله عامل لا ثمن غالي، كنبغي نقول الثمن ماشي مهم، عامل ثمن غالي شتيتوا مكتوب فيها فيليبس ديال 1979 ومزيونه، وانا عندي بزاف فحال الامور فحال هادي الحق هادي ما عنديش. 1979 وش ما عامل الثمن مزيان، المعنى ديالها الكاسيتا خدامه، فيها كاسيتا وراديو، كاسيتا وراديو
والسيتوا بعد ما بيعكم ان شاء الله بقى ناس يا خبا. انا قلت له جبد لي هذيك، كان عنده بيترينا، قلت له خدامه، قال لا خدامه، قلت له عمل التيست لما جاب بالي اشتغلت كتخدم ما كتخدم شي خصك تعوجها عاد كتسمع الصوت، مهم ما خدامهش بالنسبه لديك الثمن اللي طالبين فيها ستكون خدامه فحال فهمتيني. انا شنو قلت الحكومه تما عندهم شي ناس خدامين كيفهموا في داك الشيء كيفتحوا كيبدلوا كيعرفوا الخدمه ديالهم هي هذه، خدموهم سبيشيال باش اذا جات لهم شي حاجه مخسره وما كيعدلوها ديال الالكترونيك صافي عدلوها شي مزيان. قلت له واش نورو انا دابا ماشي نشريها ماشي شي ديكور وصافي ما خدامهش. قال لي ناقص لي واحد الثمن رخيص. شنو هادشي يا صاحبي صافي هو؟ قلت له قداش برودور؟ شنو هادشي؟ قلت له هذا الديكور هي مخسره كلشي، المهم عطا لي واحد الثمن رمزي فهمتيني. هذا ماشي الموضوع ديالنا. كان واقف قدامه واحد التركي اخر شاف فيا هيدا قال لي نوستالجيا، وقال لي نوستالجي الحق، وقال لي بوقيله بالتركيه علايا حيت واحد قال لي من بعد وصلت لواحد الموطاح كان مسكين ماشي لواحد الموطاح ما عرفش الطوموبيل وصلته، قال لي رانا ثلاث سنين عندي في هولندا ولا كان كيهضر الهولندي باش يقول لي نوستالخي. وشوف اصاحبي عاود شي تركي وبلدي مسكين وفهم عرفش عرفت قال لي نوستالخي زعما الحنين الماضي. قلت له ياه، قلت له انا نمشي ننزل غير ديكور هيدا باش انا تخلق لي واحد الابتسامه في الوجه ديالي. نرجعوا للقناه، قلنا بدلنا الاسم ديالها، بدلنا القسم ديالها واحد الاسم عرفتي. كان عندي الشغل شبرت الايباد قلت والو، وانا كنعرف راسي واذا شي حاجه في الراس ديالي ماشي نخرج نخدم في الغرسان عند المسائل ديال داكشي وماشي نتمتع شي بالخدمه ديالي، انا خصني يكون شاعر الموسيقى وما عندي لا مشاكل في الراس ديالي لا والو، انا خادم يعني كنتمتع كتخدم وكتمتع. ولكن ديك الساعه انا بالي كنقول وانا القناص نبدا هاد اليومين قلت انا خدام في الغرسان كنعمل موطع في نبقى نفلوكي تما، قلت اصاحبي ما يمكنش انا نمشي وما عنديش الاسم هذا العرب نوستالجيا، انا ما عجبتنيش ما نكذبش عليكم قلت لكم مرة الأولى ما عجبتنيش نوستال غير الكلمة نوستالجيا ما نوستالخي تعجبني الكلمة بالهولندية وحتى بشنو اللغة؟ لا بالاسبانيولا نوستالخية فرنسي نوستالجي اسم زيرو الحق اللونجلي خايبة نوستالجا فهمتي. قلت والله ما نتحرك صافي أخي كل شيء جلست بديت كنخمم كتفتش وخصك شنو خصك تجبر؟ خصك تجبر خاوية في يوتيوب فيسبوك السوشيال ميديا كاملين وتيك توك وانستا هادو اللي مهمين الأربعة أنا عندي فهمتيني اللي نمشي نخدم عليهم فهمتيني. 11 10 قالت لي 11 10 حنا خصنا نوصلوها إن شاء الله يا ربي. لا ماشي يعني الإجمالي مايمكنش الإجمالي حنا دابا ضربنا 13 داكشي على الأقل هاد الكيلومترات اللي باقيين نقرب نتسعود نزيد شي حاجه السرعه. انا في المثاليه في الفلوكه نوقف ونضرب شي حاجه السرعه. واسمع جلست قلت والله ما نسحب وانا كنعرف راسي يا صاحبي. انا بعض المرات كنكون خدام في البيسي وقع لي شي مشكل شي حاجه شي نحلها والله ما كنعس ما كنبقى نبقى نمشي نجوجل فتش بلا 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 حتى كنحلها عاد كنمشي نعس قسما بالله. اغنان كما كيقولوا اغنان في هاد الامور بحال هذا كيعطيو له الدور زاتك يعني عندك واحد المشكل اخاي من كاين كيعرف بزاف ديال الناس كيوقع لهم مشكل كيرجعوا للابري اخاي مشكل انا عاد خصني نحل يماه اغنان اغنان. قلت والله ما نتحرك عندي الخدمه خصني نسالي والو. جلست حليت الايباد بديت كنفتش فتش جبار هادي جبرتيها في يوتيوب ما جبرتيهاش في فيسبوك جبرتيها في انستا ما جبرتيهاش في تيك توك الا تي عرفتي كانت الساعة ديال الصلاة اسمع سبحان الله قلت لها نصلي في الوقت وعاد عندي واحد المشكل هو وإذا كان بالي في شي حاجة الصلاة مثلا كنقول خلي دابا واحد ربع ساعة بحال نحل هذا المشكل هذا دغيا هي لا جات ساعة الصلاة ربي عيط لك خصك تصلي اللي خصنا نعملوها التجارة في الدنيا شحال ما قلت هذه الهضرة طلعت صليت سبحان الله قسما بالله كان خصني نصلي جوج ديال الصلوات صليت الصلاه الاولانيه انا باقي تما باش نبدا في الصلاه الثانيه ومع بالي باقي في داك الشيء بام قلت ها
انا كان عندي واحد القناه كنت عدت لها السوشيال ميديا ديالها، وفي ديك الساعه قررت قلت ماشي نخدمها شي حيت فيها تمامة بزاف، وخليتها عامل لا انستا ديالها، فيسبوك، تيك توك، ان يوتيوب، معدله باللوغو ديالها بكل شيء ديالها. كنت خدمت عليها بحال ما عملت فيها والو حيت فيها التمامة بزاف. قلت هذا الاسم هذا مخير، الاسم هذا كنبغيه، الاسم هذا كنحماق عليه، وهذا الاسم هذا هو اللي ماشي نعملو في قناتي اخرى. صليت الصلاة الثانية اللي كان خصني نصليها، هولت اخاي باش تأكد بانها مفتوحة، لباسها مفتوحة والاسم عارف شنو هو. هاد صاحبي هذا قلت له المهم واحد الحاجة اخرى سميتها هاد الاسم هذا، واحد الحاجة اخرى ماشي شنو نهضر عليها انا، شي حاجة بريفي. قال لي شنو؟ قلت له نعطيك ثلاثة د الحاجات، قول شي حاجة ديال الزمن الجميل الطفولة ديالنا. وقال لي هادي والو، قال لي صعيبة السؤال ديالك، يمكن هو كان تعبان وصافي. قلت له هاد القضية هادي كنا كنشوفها في التلفزيون. قال لي في التلفزيون، وانا عشيت. قال لي كنا كنتفرجوا الجنيونات، وقلت له والجنيونات، وانا وضحت له كل شيء. قال لي شنو؟ غرندايزا. قسما بالله. والقناة هادي جديدة اللي ماشي نخدموا عليها سميتها غرندايزر اوفيشال، غرندايزر زعما القناة الرسمية لغرندايزر، عندي فيها كلشي، غرندايزر اوفيشال ديال يوتيوب، ديال تيك توك، ديال السوشيال ميديا كاملة، وقيلا عملت لها حتى بينتريست، وقيلا عملت لها حتى شنو مسمي حتى اكس، تويتر، عملت لها كلشي ديالها. كنت خدمت عليها، كنت ناوي نعدل القناة غير على غرندايزر وداك الشيء، وانما فيها الخدمة بزاف حيت يا شي ما تبقى تبين دائما غرندايزر، عندي باش تبين حق شحال مثلا 100 فيديو، وعلى خصك إذا بديتي قناة خصك تكون اون ايندخ، معنى ديالها تقدر تعمل مليون فيديوز إذا طولتي فيها. ديال غرندايزر لا محدودة حيت شحال ما تبقى تهضر عليها، شحال ما تبقى تعمل داك الشيء. إوا خاي قلت باش نسميها غرندايزر اوفيشال، قناة الزمن الجميل. طبعا أي واحد جاي ديالي، أي واحد عاش في المغرب أو عاش في فرنسا، عاش في الطليان، عاش في أمريكان، عاش في اليابان، عاش في اليابان باش يكون صاحبي وأنا كنكون جالس في الدار صاحبي خمس تريات. سميتها خاي غرندايزر أوفيشال، هذا هو الاسم الأخر يعني ما كنظنش ماشي نبدلو. لا صافي علاش حيت واحد الحب كبير عندي انا غرندايزر، وعندي بزاف الحاجات اللي نمشي نوريكم غرندايزر. مسكون هذه القناة غرندايزر هو العائلة دابا هوايا، يعني بغينا نسميو شي حاجة بالنوستالخي ماشي مشكل، غرندايزر هو النوستالخي، باباهم ديال النوستالخي، أي واحد راه كيعق على غرندايزر. صافي ماشي نبداوهاش يوم هاد اليومين إن شاء الله يا ربي، لوخو ديالها مسائل ديالها ونبداو إن شاء الله. عييت كتشوفوني كنهضر عييت عرفتي، كنهضر والشمس وهذا يبس لي والله العظيم. صافي سالو الفيديو ديالنا هنايا، هانتوما عرفتو دابا، انا نمشي نعمل لكم نعملها في الديسكريبشن غرندايزر، باش نحاولو نمشي نعدل واحد الفيديو و مشي شارك معنا. ما عرفتش ما عملت صاحبي ديك عرب نوستالجيا، واحد يشارك اصاحبي، واقيلا عرفتو شكون يشارك اصاحبي، حشومة اصاحبي. ولكن عجبك داك الشيء شجع اصاحبي، بديت وعملت شي حاجه ماشي بدي انا زويله صاحبي، تشجيع صاحبي، كون قلبك بيض كما كيقولوا. مش صاحبي الشبك كتخسر، ما كانش ماشي مزيان كتزول الشبك ديالك صافي، حاجه بسيطه رزق انا هضره خاويه، كتزول الشبك ديالك عجبك كتبقى. الحويطه قال لك صاحبي اليوتيوبر انا عندي قناتي اخرى، مشي ومشاو الناس فرجوا فواحد الفيديو بسيط هيدا، ما عمل لايك لا والو، مشيتي ماشي اخلاق يا صاحبي. يلا صاحبي عجبك الفيديو دعمنا واحد الشبك، عييت صاحبي عييت عييت، خصني نزيد شي حاجه السرعه، عييت خصني نزيد السرعه، عييت بالهضره ماشي. ان شاء الله حتى الفيديو اللي باجي عملنا واحد لايك، عجبك هذا الفيديو بحال هيدا، الواحد كيتمشى وكيهضر، الشبك معنا واحد الجبه مزيونين هذا، ممكن نبحو شي مربينا هادو، غنمشي نبحو واقيلا سي ولا شفتي فيهم عمرك ما تشوف الجبه في العينين ديالو، كيسحب لك التحدى. صافي شارك معنا وان شاء الله صافي ديري ماشي، استشي هود انتحيت ومشي غرندايزر اوفيشال، شارك معنا باش هاد اليومين ان شاء الله ماشي نبدا ونبدا عاود واحد الرحله جديده ونكبر القناه ديالنا. السلام عليكم، عييت والله العظيم.
السلام عليكم.